عيد ميلاد الرب يسوع المسيح. في البداية أسأل نفسي وأسأل حضراتكم، طبعا احنا بنقول لبعضنا كتير جدا دلوقتي كل سنة وحضراتكم طيبين، بذكرى ميلاد رب المجد، هل كلنا قلنا لربنا بنفس المقدار كل سنة وحضرتك طيب لذكرى ميلادك؟ ما ننساش النقطة دي، زي ما بتعيد على الناس وحبايبك أيضا عيد على أبوك السماوي اللي عمل المعجزة دي عشانك، ما تنساهوش في الموضوع ده. العيد رائع وبهجة وفرحة وترانيم وكنيسة وصلوات وأكل حلو بعد ما بنخلص الصيام وبنجتمع وبنفرح بالجو الأسري، بس أيضا علاقة بينك وبين ربنا اللي جه عشانك وعشان محبته ليك، قول له كل سنة وانت طيب على ذكرى الحلوة اللي انت عملتها وأظهرت محبتك فيها، دي أعظم معجزة عملتها لينا. فاحتفالنا بذكرى ميلاد رب المجد أعظم معجزة، زي ما قلت الأسبوع اللي فات، أعلى من أي معجزة تانية، إن رب الكون يتجسد في الهيئة كإنسان، لأن بقية المعجزات عملها ربنا بكلمة من فمه، أما هذه المعجزة عملها ربنا الكلمة ذاته وليس بكلمة منه، أعظم من أي معجزة، معجزة التجسد. ولولا التجسد ما كان هناك فداء. الإله العلي اللي خلق العالم قبل أن يخلي ذاته ويخضع لقوانين العالم، الرب يسوع المسيح اللي تجسد وجاء إلى العالم من باب مغلق اللي هو السيدة العذراء كما قال حزقيال 44:2، لكن لما صعد وبعد الفداء ساب لنا باب مفتوح اللي هو باب الخلاص، زي ما قال لنا في رؤيا 3:8، ووعدنا قال باب الخلاص مفتوح محدش يقدر يقفله، بس بعد الموت خلاص مش هيكون في فرصة، انتهز الفرصة قبل أن ينتهي الوقت ويغلق الباب. الباب لا يزال مفتوح، ولكن نشكر ربنا جدا اللي جه من باب مغلق ساب وراه باب خلاص مفتوح. أيضا حاجة جميلة لما نقارنها ببعض، المسيح تجسد وأتى إلينا كولد في أشعياء 9:6، لكن أيضا المسيح وضح لنا إن إحنا نجيله لما نبقى أولاد، زي ما قال لنا في إنجيل متى 18:3. عشان كده محتاجين نتعلم حياة البساطة، حياة المحبة، بساطة الأولاد، النقاء القلب بتاعهم. أيضا المسيح ولد علشان يموت، زي ما قال في يوحنا 12:27. طب ليه؟ علشان إحنا بدل ما نموت لا نتولد ثانية لنحيا إلى الأبد معاه، زي ما قال في يوحنا 3:5. يعني المسيح جه واتولد عشان يموت علشان أنت تتولد وتحيا إلى الأبد ولا تموت. خلي بالكم المسيح لما دخل إلى العالم، لما اتولد اتوضع جسده في مزود حجري، وده صورة المزود شكله إيه، ولما ترك العالم اتوضع جسده في قبر حجري، الاتنين لوحين حجر، بيشبه لنا لوحين الحجر اللي كتب عليهم وصاياه بأصبعه، وصاياه العشر على لوحين حجريين، لكن المرة دي بدل ما يكتب بصباعه بس على لوحين حجر كتب بجسده علامات محبته على لوحين حجر، مرة إثبات محبته في تجسده ومرة إثبات محبته في فدائه. إله العهد القديم هو هو نفس المحب، هو هو نفس المتعامل، هي هي نفس الوصايا، ولكن تقدر تلخص كل الوصايا زي ما كتبها على لوحين في العهد القديم، أيضا هي نفس الوصايا اللي كتبها بجسده، ولكن تقدر تلخصها في حاجة واحدة، المحبة. وعشان كده هو قال حب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، وحب قريبك كنفسك، المحبة. المسيح خلي بالكم لما اتولد من مريم العذراء كانت بعيدة جدا عن بيتها، كانت غريبة. لو تلاحظوا احنا حاليا كمسيحيين تدريجيا غرباء زيادة عن العالم اللي بيتغير، ولما هيأت ربنا هنكون غرباء جدا عن العالم،
المسيحيين الاسميين دول مش تبعنا. المسيح اتنسب ليوسف النجار، يوسف اللي حافظ على الكلمة المتجسد. يوسف النجار كان من حقه ان هو يروح يطلب ان هم يرجموا مريم، لكن صدق وآمن وحافظ على الكلمة المتجسد وراح في الرحلة العائلة المقدسة، وكان خادم أمين للكلمة. احنا برضو ممكن نبقى يوسف النجار، انا وانت وانتي النهاردة، ان احنا بنتنسب للمسيح وبينسب المسيح الينا ويتقال علينا كمسيحيين لما نبقى يوسف النجار، لما نحافظ على الكلمة في قلوبنا، الكلمة المتجسد ايضا يحل في قلوبنا. رغم ان وصايا العالم زي وصايا في وقت يوسف النجار كانت ضده، ايضا وصايا العالم تقول لك كتابك غلط، ايمانك غلط، تقاليد تقول لك حاجات غلط، تمسك بالكلمة مهما حصل زي يوسف النجار، واخدم الكلمة لغاية آخر وقت في حياتك، تاخد مكانة حلوة زي ما أخد يوسف النجار. الكلمة أيضا لما يكون في جوه قلوبنا هينسب إلينا زي ما اتنسب ليوسف النجار. أنت مسيحي مش بالاسم، أنت مسيحي لو آمنت وصدقت وعملت. خلي بال حضراتكم برضو، المسيح اتولد في الليل في الظلمة، بل هي أطول ظلمة لأن هي أطول ليل وأقصر نهار. فلما جه شمس البر جه في أطول ليل، أطول ليلة في السنة، 29 كياك. أيضا المسيح لما سيأتي في مجيئه الثاني هيأتي في أطول ظلمة، وهي الظلمة الأخيرة، الظلمة العظيمة. العالم كل تركيزه أن يزعزع إيماننا وثقتنا في كلامه وفي وعوده. ومش بس كده، خلي بالكم حتى لو ما بيزعزعش إيمانك، هو عايز يسرقك، يسرق وقتك، تفكيرك، تركيزك عن المسيح، الأبدية. عشان كده بقول لكم اسهروا وتيقظوا، واسهروا على الكلمة، اهتموا أن يكون المسيح أولا، اللي جاء لأجلك وتجسد عشانك ويظهر محبته لأجل خلاصك. عايز أوضح الموضوع ده بمثال، لو تحتملوني قليلا في هذا المثال، مثال سمعته لكن على أمر آخر مختلف، لكن لما فكرت فيه لقيته حلو قوي ومناسب لحياتنا الروحية. تخيل معايا الآتي، لو عندك كوباية، كوب كبير، وعندك رمل الناعم ده، وحصى اللي هو الخشن شوية، وصخور أو كريستالات سواء متوسطة الحجم، وواحدة كبيرة. المنظر اللي قدام حضراتكم، كوباية، رملة، حصى، وكريستالات صغيرة، وكريستالة واحدة كبيرة. كويس؟ لو بدأت أول حاجة تملى الكوباية دي بالرملة، إيه اللي هيحصل؟ هتمتلئ معظم الكوباية إن لم يكن كلها. هل هتقدر تضيف حاجة تانية عليها؟ قد تستطيع أن تضيف بعض الحصى القليل، الجرافل، حاجات صغيرة على السطح بس، والباقي هيسقط ليس له مكان، ولن تجد مكان لا للكريستالات، لا المتوسطة ولا الكبيرة، صح؟ لكن الحكيم اللي يبدأ أولا بوضع الكريستالة المهمة الكبيرة في الكأس أولا في الكوباية، بعد كده يحط فيها المتوسطين فيملوها، يبدأ أولا بالكبيرة وبعد كده وراها، هيكون قدامكم الكاس اتملت لكن هي لسه تستوعب أكتر. لو بدأت تحط الحصى الصغير هتلاقيه بيتسلل جوه الكوباية وياخد مكان ويتشيل الكوباية، وهتظن ان الكوباية اتملت. بعد ما تتملي الكوباية ايضا تقدر تجيب بعض الرملة وتحطها، وبرضه هتتخلل الكوباية وهتملى الكوب وهيكون ليها مكان. ايه اللي انا بقوله ده؟ وايه المثل الغريب بعض الشيء الى حد ما؟ ارجو تركزوا معايا حضراتكم، وبلاش اللي بيشتتكم على التكست ده، بيبقى دايما احيانا كتيرة بعامل من الشيطان عشان يفقدكم تركيزكم وسلامكم. ايه اللي انا بقوله
وليه بقول الكوباية تحط فيها الكريستالة الكبيرة أولا بدل ما نبتدي بالرملة؟ لأن لو حطينا الرملة مش هنلاقي مكان لحاجة تانية، لكن لو بدأت بالكريستالة بعد كده الكريستالات الأصغر منها بعد كده الحصى بعد كده الرملة هتشيل الكل. لو شبهنا الكوباية بقلبك واللي بيملى قلبك، الكريستالة الكبيرة هي حياتك الروحية، علاقتك مع أبيك السماوي، أبديتك. الكريستالات المتوسطة أمور هامة في حياتك، أهداف مهمة، ليس الهدف الأساسي ولكن أهداف مهمة في حياتك، زي حياتك العملية، حياتك الأسرية، مسؤوليتك، هدف مهم اللي عايزه أنت من شغلك أو من دراستك. الحصى الصغير بعض المشاكل الشبه يومية لكن تستحق الاهتمام، امتحان غيره، حاجة زي كده مهمة، أو موقف أسري مهم محتاج تلتفت إليه. أما الرملة دي بشبهها المضايقات اليومية، من أخبار ومشاكل أسرية يومية، ومضايقات في المواصلات والعيش والعيشة واللي عايشينها، ومضايقات العمل والكلية ومضايقة الزمايل والكلام ده كله ليومي. لو قارناها بأهدافنا الروحية هي لا تستحق أن نلتفت إليها أصلا، فهي مضيعة وقت في غالب الأحوال. إيه اللي أنا عايز أقوله؟ لو بدأت يومك بالرملة، المشغوليات اليومية، أو ما صحيت من النوم، الأخبار، حاجة تعكنن وتغم وتسد النفس، ننزل على المشاكل الأسرية، نطلع بعد كده على المواصلات اللي مليانة زحمة والأتوبيسات والمترو والعيش والعيشة واللي عايشينها، نروح على الشغل الأخبار متعبة أو في الكلية مضايقات، وي وي وي. صعب تلاقي في مكان في قلبك بعد كده لربنا. خلاص قلبك امتلى بالمشاكل دي، صح؟ مش دي حياتنا اليومية؟ ولا أنا بقول حاجة خيالية يا جماعة؟ لو جات لك بعض المواقف الأخرى، موقف أسري أو غيره، خلاص قلبك اتقفل، مفيش مكان. صعب إن أنت تقف قدام ربنا خلاص في آخر لحظات قبل ما تنام بالليل وأنت بتتاوب ومتوقع إن أنت تدخل العمق مع ربنا. قلبك ليه مقدار استيعاب في البداية، متقدرش تتخطاه في البداية. لكن لو بدأت حياتك، يومك بأهم هدف وهو حياتك الأبدية، علاقتك مع ربنا، هتلاقي بعد كده مكان في قلبك للأهداف الأخرى الهامة في حياتك، زي هدف أسرتك، هدف في شغلك، هدف في كليتك ودراستك، زي الكريستالات الصغننة المتوسطة. بعد كده هتلاقي بعض المكان للمشاكل القليلة، موقف مهم أسري محتاج تبص عليه، امتحان، حاجة في الشغل، حاجة زي كده. لكن مش هتلاقي مكان كتير للرملة، عشان كده الرملة مش هتضايقك، بل أغلبها مش هتلاقي لها مكان خالص في قلبك اللي مليان بحاجات أهم، وهتشيلها، مش هينشغل قلبك بيها. ليه؟ لأن مستقر في الكريستالة الكبيرة. ابدأ يومك أولا بالوقوف قدام ربنا، ده اللي أنا عايز أقوله. بداية اليوم يكون لربنا، بدايته البكورة يكون لربنا، ونهايته أيضا قبل النوم بتسلم كل حاجة في إيد ربنا. لكن لو ما وقفتش بداية اليوم قدام ربنا صعب إن تقف في نهاية اليوم، صدقني. أيضا أثناء اليوم حاول على قد ما تقدر بكتير من الوقفات أو حتى بصلوات سهمية أثناء شغلك ودراستك وحياتك، ده يفرحك طول اليوم بربنا، ويفرح قلب ربنا بيك، ويحميك أيضا من الرملة والمشاكل الكتيرة، يعدك للأبدية، يجعلك تركز على أهداف حياتك الهامة، وهيحميك من المضايقات اللي ممكن تملأ قلبك وتخليك متمرر في عيشتك. للأب مش محتاج تصحى الصبح متعكنن عشان وراك كذا وكذا وكذا وكذا، أسرتك مهمة. ابدأ أولا بربنا، ثم بعد ذلك أسرتك، الأمانة والمسؤولية اللي اديها لك ربنا، وأنت أمين ومسؤول عنها وهتقدم حساب عن هذه الوزنة أمام ربنا. وأنت أيتها الزوجة أولا ربنا، وبعد ما تنتهي من الجزء المهم اللي تخصصيه من باكورة الوقت لربنا، زوجك وأسرتك تهتم بيهم
بلاش التكشير وبلاش العكنانة والقرف والمرتب ما كفاش والاخبار والعيال والعكنانة وملحقتش اعمل السندوتشات ولا الكلام ده كله، ده مش هيفيدك، مش مهم، ربنا هيساعدك تعمله. بس ابدأ بربنا بكورة الوقت وبالحاجات المهمة في أسرتك. ندرب نفسنا بداية من الليلة، ليلة عيد الميلاد، ومن باكر اللي هو ذكرى ميلاد رب المجد اللي أحبنا وجاء لأجلنا، نبدأ يومنا بالرب، بالكلام معاه، بقراية كلمته. بعد كده اعرض قدام ربنا أهدافك الأساسية بداية من أسرتك وشغلك ودراستك وامتحاناتك وغيرها، سواء في موقفك في هذا اليوم أو بقية الأيام. اطلب من ربنا ينقي قلبك من الرملة الكتيرة اللي ملهاش لزوم، اللي هي فقط بتتعبك وتتقلك وتكئبك. زي ما قلت، العيش والعيشة والعايشين هدول مش هيفيدوك في الأبدية، هيمرروا حياتك وبس. اطلب من ربنا ينقي القلب ويقودك وأن يعلن ليك اللي عايزه منك في هذا اليوم، سواء معاك في خدمتك وفي أسرتك وفي شغلك وفي جهادك وفي طريقك. نقدس أنفسنا. النهاردة ذكرى ميلاد، ليلة ميلاد الرب يسوع المسيح. تعرفوا في زمن الرب يسوع المسيح كان بيقول عن هذا الجيل إيه؟ جيل فاسق وشرير، صح؟ ما احنا أصبحنا جيل فاسق وشرير. الكلام ده تلاقوه في متى 12 39. بس كان هناك أيضا قديسين. كان فرق كبير ما بين الاتنين. قديسين زي زكريا الكاهن، اليصابات والدة يوحنا، المعمدان، سمعان الشيخ، حنة النبية، رعاة، المجوس، يوسف النجار، وبالطبع على رأسهم القديسة العذراء مريم. يعني الفساد كان سائد في ذلك الزمان، لكن ما كانش عقبة أمام أولئك الأبرار القديسين إن يعيشوا في الزمان الشرير ولكن يحافظوا على أنفسهم أبرار، ما تأثروش بتعليم الشيوخ الغلط زي فساد سدوم لم يمنع وجود رجل بار هو زي لوط. في كل جيل يوجد ناس فاسدين جدا يستحقوا الطوفان يغرقهم، لكن برضو بيكون ناس أبرار زي نوح يشهد لربنا، فربنا ما بيتركش نفسه بلا شاهد. الأبرار دول رغم فساد جيلهم اللي موجودين في زمن ميلاد المسيح، القديسين الرائعين دول استحقوا أن يروا روعة عمل الله. شافوا ملائكة، استلموا بركات، بعضهم إن لم يكن كلهم رأى الله نفسه، فرحوا جدا برؤيته. الناس دول على فكرة كانوا مختلفين، فمش محتاج يكون الكل وعاظ ورعاة عشان نبقى حلوين. لا، في شغلك، مدرس، دكتور، فلاح، مصانع، عامل في أي شغل، تاجر، whatever وظيفتك إيه، ممكن تبقى قديس في وظيفتك مهما كانت. عندنا ناس كانوا مختلفين، كانوا مختلفين في السن، عندنا ناس متقدمين جدا في السن زي سمعان الشيخ وحنة وغيرهم، وعندنا الشباب الصغيرين زي السيدة العذراء القديسة مريم ويوحنا المعمدان. كان عملهم متنوع، فيهم الكاهن والنجار وأيضا العالم زي سمعان في عالم لاهوتي، أو المجوس في الفلك، أيضا الرعاة. كانوا مختلفين في وضعهم الاجتماعي، متزوجين، بتوليين، مختلفين في حالتهم من أغنياء وفقراء. لكن كان إيه العامل المشترك اللي بينهم؟ البر والاشتياق لربنا، الخدمة بدون حسد للآخرين. كلهم كان يجمعهم الإيمان بأشياء لم ترى. اليصابات وزكريا أمنوا بصدق الوعد رغم عدم يعني صعوبته. مريم العذراء أمنت بصدق البشارة. يوسف النجار آمن بصدق الحلم، آمن أن مريم العذراء حبلى من الروح القدس. المجوس العلماء أمنوا بعلامة فلكية ببساطة قلب رغم علمهم، علمهم اللي ما منعهمش وعلمهم اللي ما جعلهمش ينكروا المعجزة، بل ساعدهم العلم على الإيمان. الرعاة ببساطة القلب والفقراء أمنوا وصدقوا البشارة وجم. كلهم فرحوا جدا بميلاد الرب يسوع المسيح. كل اللي انتظروه، مريم العذراء ويوسف والرعاة والمجوس، وكله كان ليهم نصيب أن ينشدوا حتى مع الملائكة المجد لله في الأعالي
وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة اللي هنقولها النهاردة بالليل اللي قالها لوقا، إنجيل لوقا أصحاح 2 عدد 14، ونالوا غاية إيمانهم خلاص النفوس. اللي أنا بقوله النهاردة لينا، كل سنة وحضراتكم طيبين، بس محتاجين نجاهد عشان نكون قديسين هذا الجيل. حتى لو كان هذا الجيل أصبح فاسق وشرير، نقدر نحافظ على أنفسنا مهما كانت ظروفنا مختلفة. نجاهد في طريق البر والقداسة حتى لو كانت طرقنا أصبحت تخالف طرق العالم، تقاليد العالم، عادات العالم. مش محتاج عشان تبقى زي العالم وتنغمس فيه تمشي مع البوي فريند والجيرل فريند، دي خطية. مش محتاج تجامل أي حد، حب الكل ولكن لا تجامل أحد بشيء يخالف إيمانك. حتى لو كان مجدنا وبرنا هو عار لهؤلاء في نظرهم، ما نخافش، هنفضل نفتخر باللي بيعتبروه هو عار، هنفضل نفتخر بصليب الرب يسوع المسيح. نكمل زمان غربتنا بخوف ورعدة، نفرح بالرب ونفرح الرب معانا، نحب الرب من كل قلوبنا ومن كل نفسنا ومن كل فكرنا، ونحب قريبنا كنفسنا زي ما قال لنا في متى 22:37. نعيش بسلام المسيح اللي ادانا وقال لنا ما تخافوش من تقلبات العالم، والمسيح صادق في وعوده وهو قال لنا ادانا سلامه. ما تخافوش العالم ضدكم، مش مهم ايه المشكله ما يكون العالم كله بكل تقاليده بعاداته بفكره باساليبه بعلمه بغيره ضدكم، مش مهم. ان كان الله معنا فمن علينا؟ وربنا ادانا السلام زي ما قال لنا في انجيل يوحنا 14:27، سلاما اترك لكم، سلامي، سلام ربنا ملك السلام نفسه المتكلم هنا، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. كل سنة وحضراتكم طيبين، سلام المسيح يكون معاكم ويفرح قلوبكم بليلة العيد، ويكون ليلة حلوة ومعزية وأسرية جميلة وفرحة قلب وبهجة، وأيضا خطوة حلوة في طريق خطواتنا في حياة القداسة في طريقنا إلى ملكوت السماوات. كل عام وحضراتكم بخير، ربنا يحافظ عليكم جميعا يا رب.